السلام عليكم الدراري. بعد الاخبار الكثيره في هذه الايام اللي كتخص زياش وميلان، كاين واحد المشكل وواحد العائق وواحد السرط كبير يقدر يهرس هذا الانتقال. هذا شنو هو السرط وهذا العائق؟ وايضا عندي لكم هضره مهمه على جميع الانديه اللي باغا حاكين حاليا وشكون الاقرب ليها بطبيعه الحال. بالدليل نبداو بالتفاصيل. اول حاجه، كاين واحد العائق كيمنع نجم تشيلسي زياش من الانتقال الى ميلان. ثم هو حسب صحيفة دي غارديان البريطانية، قالت بأن نادي ميلان أجرى محادثات مع تشيلسي بشأن مستقبل الجناح المغربي حكيم زياش، وأنه أعاده مرة أخرى لمفكرته الخاصة بسوق انتقالات. يعني بيولي المدرب ديال ميلان باغي لاعب مغربي. وذكرت الصحيفة بأن حكيم زياش يجد صعوبة في التواجد كلاعب أساسي بصفة مستمرة مع وجود المدرب توخيل، وهو ما يجعله منفتحا على فكرة الخروج من النادي اللندني. وهنا في كل مشكل، أوضحت الصحيفة بأن زياش سيكون على استعداد للخروج والانضمام إلى ميلان، يعني باغي يمشي للفريق اللي حقق لقب دوري إيطالي الموسم الماضي وعطى الضوء الأخضر باش ينتقل لهذه العملية. لكن المشكل هو الراتب قد يعيق زياش عن انضمام إلى ميلان. سيكون العائق الوحيد فيما يتعلق بانتقال اللاعب المغربي إلى ميلان هو الراتب المرتفع للاعب المغربي مع تشيلسي. وميلان كتمر بواحد أزمة مالية، يعني صعيب يعطيو داك الثمن اللي كتخلصو زياش مع تشيلسي إلا في حالة واحدة، إلا بغى زياش يخفض الراتب ديالو ويقبل باش يمشي لميلان. يعني سبب صراحة صعيب، بحيث زياش 29 عام، واش غادي يقبل يخفض داك الراتب ديالو ويتنازل على مستحقات كبيرة باش ينضم لميلان وينقض المسيرة الكروية ديالو؟ وكملخص الخوت، حتى الآن كاين زاد فراقين مهتمين بزياش، وأبرزهم اللي باغين بقوة عندكم إيفرتون وميلان، وكاين أندية أخرى بحال نيس أولمبيك مارسي وموناكو في الدوري الفرنسي. لكن ميلان هي أقرب نادي باغي، بحيث أن الموثوق فابريز رومانو قالها هذا ما كان أخوك كتمنى المغربي يخرج من نادي تشيلسي. تهلاو لي فرنسي.